أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا غني عن تعريف، أخي وحبيبي وعزيزي الأخ أحمد حرقان، خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أحمد. أهلا وسهلا بك يا دكتور. يظهر في عندي مشكلة استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا غني عن تعريف، اسف كثير على اهلا وسهلا احمد، انا بنسيان اليوتيوب فاتح عندي و... لا مش مشكله، تحصل كثير قوي الحكايه. اهلا بك يا جماعة، اهلا بالمشاهدين الكرام. طبعا احمد مثل ما بنعرف واصدقائنا بيعرفوا انه اليوم راح نحكي عن الناسخ والمنسوخ بالقران. خلينا نبتدي بالتعريف، شو هو الناسخ والمنسوخ؟ الناسخ والمنسوخ يعني ربنا بيحذف القديم اللي قاله قبل كده، بيحط كلام غيره. هو تعريفه في الاصطلاح يعني الشرعي، رفع حكم شرعي سابق بدليل شرعي متأخر عنه. بس يعني ببساطة شديدة، هو ما هو إلا يعني النسخ، يعني الحذف، ما هو إلا إن مثلا الآية بتنزل فيها حكم معين وبعدين بيبدأ يتعرض للتطبيق للواقع، يعني وأثناء الواقع بيثبت فشل الحكم ده فبيتم تعديله يعني. وده بيقولوا عليه هم أصلا، بيقولوا عليه البداء. بداء يعني أن الله بيكون بيقرر حاجة معينة وبعدين يجي يطبقها في الواقع، يفرضها وتيجي تطبق في الواقع فتصطدم بالواقع وما ما تنفعش في الواقع، فبيتم ساعتها تغيير، ربنا بيغير رأيه يعني. هما السنة، أهل السنة والمسلمين عموما بيقولوا إن البداء محال على الله، لأن الله عليم خبير يعني. وكان في معركة في الموضوع ده ما بين السنة والمعتزلة، بس في النهاية هم وقعوا في تناقض، يعني إن هم بيقولوا إن مفيش، إن بداء مستحيل على الله محال، وفي نفس الوقت بيقولوا إن في ناسخ ومنسوخ، وبيروا إن الناسخ ومنسوخ مش بداء، مع إن هو واضح إن هو بداء، يعني واضح إن الله بيغير رأيه. طيب في مثل مشايخ مثل محمد عمار هذا بيقول انه بينكر الناسخ والمنسوخ، في بعض المشايخ بينكر الناسخ والمنسوخ، او بيحاولوا يهربوا من الناسخ والمنسوخ، زي عدنان ابراهيم برضو مثلا. عدنان ابراهيم برضو من الناس اللي بتتهرب من فكره الناسخ والمنسوخ. بس هتعمل ايه انت مع ايات زي بدون ما ننسخ من ايه او ننسخها ناتي بايه، ما ننسخ من آية أو مثلها نأتي بخير منها أو مثلها، هتعمل إيه مع الآية ديت والآية بتاعت الأنبياء سورة الحج، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، ومع الأحاديث كلها اللي هي، ومع الكتب اللي هي مشحونة بالناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ كان طريق وسبيل للعلماء المسلمين ان هم يتهربوا من كتير من تناقضات القران. لما يتناقض نصين مع بعض تناقض واضح يقول لك المتاخر نسخ السابق، يشوفوا تاريخ الاثنين انهي المتاخر وانهي المتقدم، يقولوا المتاخر نسخ المتقدم. فطب ساعتها هيعملوا ايه بقى اللي هم بيقولوا بعدم النسخ، هيعملوا ايه مع كل التناقضات ديت اللي هم كان التفسير الوحيد ليها ان هي اتنسخت، يقولوا ان هي اتنسخت. ايه مبرر النسخ اذا ما كان، اذا كان الله عليم خبير، ليه ما يجيبش الحكم من الاول يعني؟ يعني مثلا في مساله تحويل القبله، ما هي من امثله الناسخ والمنسوخ ايات تحويل القبله. سيقول السفهاء من الناس ما قلناه عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء لصراط المستقيم. فاذا كانت القبله الاولى خير مثلا والقبلة الأخرى اللي هي مكة خير منها، ليه ما جاش من الأول وقال للناس توجهوا إلى مكة يعني؟ ف في أمثلة كتير جدا للناسخ والمنسوخ من القرآن نفسه، أدلة كتير يعني.
طيب يا احمد، يعني هلا مثلا كبار العلماء، او خلينا مثل ما بيقولوا اجماع الامه، هن بيقولوا اجماع الامه. طبعا مثل انا حسب معلوماتي انه بيقروا الناسخ والمنسوخ، الا بعض الشواذ مثل ما ذكرت انا، دول العماره ولا الثاني هذا عدنان إبراهيم. تفضل. يعني معلوماتي بتقول انه كلهم بيقروا الناسخ والمنسوخ، ما هيك؟ طبعا، ما هو ما فيش سبيل للتهرب منه يعني، لان موجود في القرآن. طيب ما بعرف اذا في اقسام للناسخ والمنسوخ، اذا في اقسام شو هي اقسام الناسخ والمنسوخ؟ في اقسام للناسخ والمنسوخ ما تعلمناش كتير قوي يعني، زي مثلا اول قسم من اقسام النسخ القرآن بالقرآن، يعني الايات تنزل من القرآن تنسخ ايات تانية من القرآن. وفي نسخ السنة بالقرآن، ده من انواع النسخ برضو، ان احاديث بتأمر مثلا بحاجة معينة، ويجي القرآن بينسخ الأحاديث دي فيها ويؤمر بحاجة تانية. بالنسبة لنا إحنا زي بعضها، هو القرآن بتاع محمد والسنة بتاعت محمد، الاثنين زي بعض يعني. لكن هم عندهم يعني دي حاجة، قسم تاني مستقل، لأنه بيعتبروا إن القرآن ده بتاع ربنا هو اللي قاله، وإن السنة دي كلام محمد، برضه وحي من ربنا بس كلام محمد. وناسخ السنة بالسنة، يعني أحاديث النبي يقول حاجة وبعد كده يرجع في كلامه، فيقول لك ناسخ السنة بالسنة. وفي نسخ التلاوة والحكم مع بعض، يعني آيات ما ينفعش إن هي تتقرأ، آيات من القرآن ما ينفعش، يعني لا يجوز إن هي تقرأ مع إنها من القرآن، بس نسخ تلاوتها يعني ما بقتش تتلى، وفي نفس الوقت ما حكمها تم إلغاؤه برضه، يعني برضه ما بتطبقش. وفي آيات اتنسخت تلاوتها مع بقاء الحكم، زي آية والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما. فالآية ديت منسوخة تلاوتها لكن ثابتة حكما، اللي هي فيها حكم الرجم، وحاجات من هذا القبيل يعني. طيب الأقسام دي ما تعنيناش قوي يعني، مش هتعنينا قوي يعني. نحن بس مشان الأصدقاء، يعني اللي بيسمع اللي ما بيعرف مثلا يعرفهم. طب أحمد الله، في مثلا القسم هذا اللي قلت لي إنه ما نسخ شكله، ويعني يعني تلاوته وبقي حكمه. لا، اللي كمان نسخ حكمه، يعني كيف نعرف انه نسخ حكمه ونسخ كتابته كمان؟ يعني كيف بدنا نعرف انه كان في مثلا هيك نسخ من هذا؟ يعني زي عائشة قالت، ده كان يعني اخرجه مسلم في صحيحه، قالت كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمن، ثم نسخنا ب5 معلومات. فده حديث بيدل على إن كان فيه من القرآن آية بتقول 10 رضعات معلومات يحرم، وبعدين نسخنا ب5 معلومات. لكن إحنا ما عندناش، إحنا لا نتلو ده في القرآن، وفي نفس الوقت ما يعني ما بنعملش بيه يعني. بالنسبة لنسخ الحكم وبقاء التلاوة، اللي هو زي اللي قلت لك كده، والشيخ والشيخ إذا زنيا، ف نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، يعني إن إحنا زي والشيخ والشيخ إذا زنيا فرجمهما، ده برضو قرآن بس ما بيتلاش، وحكمه حكم ثابت. في نسخ الحكم وبقاء التلاوة، يعني إلغاء الحكم وبقاء التلاوة، ده في منه كتير قوي، في منه كتير جدا في القرآن، إن إحنا إن الحكم بتاع الآيات ديت معطل منسوخ تم التعديل يعني، لكن ده لسه المسلمين بيفضلوا يقرأوه لغاية دلوقتي، يتعبدوا به إلى الله، كلام ملوش معنى يعني، كلام ملوش مضمون يعني، قراءة خلاص ممكن إذا سمحت أحمد؟ يعني. زي آية الأنفال، الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا، أن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وأن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. الآية دي نسخت حكم الآية السابقة ليها، هي أيها النبي حارب المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فالآية اللي بتقول وإن يكن منكم 100 وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون، ديت
مش ملزمه للمسلمين ومش وتم تعديلها، مع ان ده تناقض كبير يعني. فازاي هو بيقول للمؤمنين 20 منكم، هو قرر ان 20 منهم هيغلبوا ال 200 من الكفار، ولو في 100 منهم هيغلبوا 1000 من الكفار، كفاءه ان هم يغلبوا 1000 من الذين كفروا. وبعدين قال السبب، قال ذلك بانهم قوم لا يفقهون. بس لما جاء الموضوع ده اتعرض للتطبيق في الواقع، فشلوا في ان هم يبقوا الابطال الاسطوريين اللي هيعملوا الانجاز ده. فقال لهم الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. هو المشكله ان هو مش خفف عنهم وعلم ان فيهم ضعفا، المشكله ان هو ثبت ان كلامه مش مظبوط. بس هو لما يقول ان كلامه مش مظبوط قال خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فالمسلمين لغايه دلوقتي بيقروا يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. يقرأوا بس، لكن ده مش صحيح. بدليل الايه اللي بعديها ان هو خفف عنهم وعلم ان فيهم ضعفا، فقال لهم بعد كده بقى لا، المعادله بقى السليمه اللي هي ان يكن منكم 100 صابره يغلبوا 200، وان يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين. يعني هو ما كان يعرف مثلا انه فيهم ضعف، بعدين تعلم انه صار فيه ضعف بعد ما جربهم يعني على التجربه. اي بالظبط، اصطدم بالواقع. فالواقع اثبت ان هم الكلام ده كلام فاضي، الكلام الاولاني ده. طيب خلينا نرجع للمشايخ هذول اللي انكروا وجود الناسخ والمنسوخ. برايك ليش، شو السبب اللي بينكروا بعض مشايخ الناسخ والمنسوخ، يعني مع انه صريح جدا بالقران ذات نفسه؟ يعني ما زي قلت لك في الاول، البداء او البداء ان الله يشرع الحكم ثم يتم دحض هذا التشريع بفشل تطبيقه في الواقع. فده معناه ان ربنا بيتعلم، فعشان كده هم بيتهربوا من فكره الناسخ والمنسوخ. فكره الناسخ والمنسوخ ان ربنا بيستفيد من اخطائه وبيجرب في الناس يعني. ولو هم هربوا من فكره الناسخ والمنسوخ دي هيعملوا ايه من الايات اللي بتقول كده، مئات الايات؟ وفكره ان ربنا بيجرب ديت اصلا موجوده عليها ادله من القران كتير. يعني هو بيقول وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها. يعني احنا اللي منعنا ان احنا نرسل بالايات ان الاولون كذبوا بيها، وبالتالي لما جربنا الموضوع ده مره واثنين وثلاثه مع الاولون قررنا ما نرسلش ايات لمحمد. ففي ايات كتير بتدل على ان هو فعلا بيجرب. طيب احمد، في عندي هون سؤال بيقول اذا يعني هل كان محمد مثلا استعمل النسخ لخدمه مصالحه الشخصيه، ولا كان حسب المرحله طبعا، ولا كان فيها فائده عامه بجد، يعني كانوا الناس يشوفوا الفائده هي، ولا بس مثل اخونا احمد كان يقول دي لواحد ايه يعني؟ ايوه بالظبط، هو الفكره ان هو بيستغل الموضوع ده في ان هو بيهرب احيانا كمان من بعض المواقف اللي بيتزنق فيها يعني. يعني في مكه في وقت مبكر جدا بالدعوه الاسلاميه كان هو قال ايات قرانيه تهدم تماما الاسلام، فكرته الرئيسيه في التوحيد. لما في سوره النجم بيقول افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى، قال هو بقى من ضمن القران اللي قاله، قال تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لا ترجى. ف اللي هم القرشيين والمجتمع المكي لما سمع الايات دي عجبته، قال طب ما احنا كده اتفقنا، يعني احنا كده التقينا هو في النهايه في نقطه اتفاق، الا وهي ان انت بتقول ان اللات والعزى مكرمين مقدسين ولهم شفاعه عند ربنا يعني. فهو لقى نفسه كده مش هيفرق كتير عنهم، فرجع تاني نزل ايات تانيه تنسخ الكلام ده. قال فيها وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، يعني قرا، التمنى يعني التلاوه، الا اذا تمنى القى الشيطان في الامنيات، يعني القى الشيطان في تلاوته، يعني الشيطان قال على لسانه الكلام ده، يعني هو بيقرا بصوته بس الشيطان هو اللي بيقول. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، ربنا ينسخ اللي الشيطان بيقول يعني يمسحه
يحكم الله آياته ينسخه بالآيات الجديدة. فكان الموضوع النسخ ده فرصة كويسة لأن هو يتعرض من بعض الكلام اللي هو قاله يعني. يعني إذا الشيطان بيقول على لسان محمد معناته ركبوا عفريت مثل ما بيقولوا عندكم بمصر. واحد ركبوا عفريت يعني ركبوا جن، الشيطان راكب محمد. عليه الصلاة والسلام كان الشيطان راكبه فعلا. طيب على أصدقائي أنا راح أفتح السكايب هلأ، ويا ريت مشاركاتكم وأسئلتكم، وبصراحة موضوع يعني موضوع شيق وموضوع بيحتاج واحد يبحث فيه الناسخ والمنسوخ. أحمد ما بعرف، أنا عندي تساؤلات خصوصا في هي الآية اللي عند الرجم، أظن أنه حديث عن عائشة أنه أكلتها داجن، يعني شيء مع زي أكلت الآية من القرآن. بتقول ان سور الاحزاب اللي موجوده بين ايدينا ديت ما تجيش تلت السوره الحقيقيه. السوره الحقيقيه قد السوره دي 3 مرات، وان السوره الحقيقيه كانت مكتوبه عندها والداجن اكلتها. فبالهنا والشفا والله، يعني الداجن دي عملت معانا واجب. يعني اصلا سوره الاحزاب اللي موجوده بتعمل الواحد اكتئاب، فما بالك بقى ادهت مرتين. يعني طب الداجن دي مشكوره بصراحه، تشكر الداجن يعني. يعني هلا اذا اكلتها مع زايك، يعني هل الآية مكتوبة على شو؟ لأنه إذا بوقتها ما كان يكتبوا إلا على جلود الحيوانات مثلا، أو ما كان عندهم ورق أصلا، يعني على شو كان مكتوبة حتى تأكلها الداجن؟ يا مكتوبة على حجر أو مكتوبة على أشياء غير قابلة للأكل ماعز يعني. ده ممكن تكون مكتوبة على بطاطا. يعني إغراء للماعز مشان تأكلها. بالهنا والشفا. هو بصراحة لا نستغرب يعني، الله مثل ما بقول يتفنن في كتابة اسمه على البطاطا والبندورة، فآياته كمان على البطاطا والبندورة، يعني ما هي مشكلة عظيمة مثل ما شفنا. فكرة الدين هتلاقي فيه كل حاجة جن، كل حاجة سخيفة هتلاقيها في الدين، كل حاجة بليدة وسخيفة هتلاقيها في الدين، لأن دي أفكار قديمة جدا. المجتمعات ساعتها كانت فين واحنا فين دلوقتي؟ الانسان في الزمن ده اتعلم ايه وتقدم قد ايه؟ لكن النصوص والحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي للاسف يعني كلام قديم، كلام ناس بسطاء سذج ما عندهمش اي نوع من انواع المعرفه، يعني معارفهم بسيطه وساذجه ومضللين كتير وواعين في ضلالات واوهام وخرافات. 1400 سنه يعني قدمنا 1400 سنه على الكلام اللي احنا دلوقتي عمالين نهري فيه ده. وللأسف الشديد انه بتلاقي هلا متعلمين خريجين جامعات ويهزوا راسهم لكلام السذج هذول، يعني شيء مخزي بكل معنى الكلمه، شيء مخزي. يعني مش متصورين ان الحاجات اللي هم اتعلموها هم لسه اطفال غلط، يعني مش متصورين ان هم ممكن يتحرروا منها، مع ان دي حاجه بسيطه في منتهى البساطه ان انت تتحرر من الافكار اللي انت اتعلمتها وتم تغذية عقلك الصغير بها وأنت لسه طفل صغير، ما زلت لسه صفحة بيضة ما اتكتبش فيها أي حاجة. فالناس من كل دين المفروض إن هي تبدأ تراجع نفسها وتاخد قرار، يعني الموضوع ده ممكن وسهل جدا جدا جدا. هي دعوة برضو مننا إحنا هنا لكل الناس إن هي تفكر في الأوهام والأساطير والخرافات اللي هم اتعلموها من صغرهم دي، بداية من فكرة الإله نفسه اللي عنده فرن بيعذب الناس فيه بالنار، والمؤمن هيدخله الجنة، والمطيع هيديله شوكولاتة، والحاجات الهبلة دي. احنا لازم نفكر في الحاجات دي، لازم نفكر ونقيم المعتقدات دي. مش شرط يكون أهلنا علموه لنا كان صح، يعني مش شرط أبدا. بالضبط بالضبط، وانا اضم صوتي لصوتك احمد، وانا بشجع كل الناس انه تفكر. طيب موضوع التفكير هذا احمد، يعني نحن بنقدر نعتبر انه مثلا الناسخ والمنسوخ هي نقطه ضعف الاسلامي، وتخليه انه تخلي الانسان الباحث خصوصا يفكر انه هي اشياء بشريه. يعني اليوم شغله سويتها ما بمشي حالها، بكره ما عاد يمشي حاله، فادي له واحد آية مثل ما قال اخونا احمد. يعني فممكن الناسخ والمنسوخ يفرجينا اللمسه البشريه بالدين الاسلامي يعني. طبعا، ومش بس الدين الاسلامي، يعني المسيحيه واليهوديه كمان. يعني
الناسخ والمنسوخ حتى موجود في المسيحية واليهودية يعني في العهد القديم. أنا قرأت إن آدم كان أولاده بيتجوزوا من إخواتهم وكده، وبعد كده جه نص إن ما ينفعش الواحد يتجوز أخته. نصوص كتير جدا لقيتها بتنسخ نصوص، يعني في سفر حزقيال بيقول له أمرك أن تأكل تخبز خبزك على الخر الذي يخرج الإنسان، يعني إن هو يخبز على خر الإنسان. وبعد كده قال له النبي ناقشه في الموضوع دوت، فقال له خلاص اخبز على خر البقر. فده ناسخ ومنسوخ برضه بس مقرف شويه. انت صبادني، كنت اسالك انا بالسؤال هذا انه الناسخ والمنسوخ هو اختراع اسلامي ولا في قبله يعني؟ لا، فصبادني هو مرتبط ببشريه البني ادم الانسان، يعني لان طول ما احنا بشر احنا هنجرب ونخطئ ونستفيد من تجربتنا. فالاله المفروض ان هو عليم خبير ما بيخطئش من كلام من دوت، بس في النهايه هو مش اله، دي كذبه، فبيخطئ. فيقولوا بقى الناسخ ومنسوخ، بدل ما يقولوا ان هو غلط يقول لك اصل كان بيقول كده زمان، بس لقى ان الامور اتغيرت والواقع مش عارف ايه، فعمل حكم جديد وجاب خير. آسف، أنا فشعلت اليوتيوب عشان أشوف التعليقات إذا في أي تعليقات، وأجي أنا على كل حال أصدقائي أنا فتحت السكايب وبتمنى منكم يعني تشاركونا. في رينجو عم بيقول how to touch to get in touch with you in Skype. What is your Skype name? السكايب نيم موجود تحت اليوتيوب john.worro2، يعني اي فيديو بتفتحه بتلاقي اسم السكايب موجود تحت الفيديو، وهلا على البث المباشر بتلاقيه موجود تحت الفيديو. john.worro2 هو اسم السكايب. فانا بتمنى يعني الاخوه بيتصلوا فينا ويشاركونا ويغنونا الحلقه يعني احمد، الناس في اي علاقه طيب جانا اتصال قبل ما نكمل السؤال. جانو حبيبي جان، ولي للاخ احمد حرقان، واود انه تحياتي للاخ امير البحث امبارح كان موجود وما قدرت انه اشارككم، والاخت نيكي. بالنسبه لموضوع اليوم، مثل ما قال الاخ احمد انه من صنع بشري، كيف ما كان يعني اذا فقط فكر بالمنطق، عندما صنع اول كمبيوتر ماشين، كمبيوتر كان اسمه كان حجمه كبير وكان الذاكره قليله والسرعه بطيئه. فاليوم نستخدم الويندوز 10، نفس يعني ليش هلا نستخدم ويندوز 10، ليش ما نستخدم الماشين كمبيوتر مثلا؟ لان الحاجه في هذا الزمن تغير، الفكره تغير. نفس الشيء بالنسبه للاسلام، يعني لازم يدركون انه ولا الزمن هذا الشيء. هلا بنعرف اكثر من لما كنا صغار، هذا بزمن التطور والتعليم اللي قدرنا نحصلها والقدره الشخصيه على الاستيعاب والاراء الثانيه، بس في الاديان ما بيقدرون يتحملون او ما بيقدرون يكون انه التفكير بيتغير. الناس تطور مثل التطور الدارويني بالضبط. فحبيت اشارككم واقول لكم انه بحبكم وان شاء الله بالتوفيق. وان شاء الله ان شاء الله. انا بتشكرك كثير جانو، كثير بتشكرك وبشكرك على ارائك،
يعني بصراحة مثل ما قلت، يعني بالفعل ليش ما نرجع ماشيين يعني الإنسان عم بتطور، والدين هو يعني يعطيك لوقت محدد، لا ولا أكثر ولا أقل، يعني في هالزمن هذا. شو تعليقك أحمد على الآل وأخ جانو؟ أنا بحييه جدا وبشكره، وأنا كمان إحنا كمان بنحبك حبيبي، وألف شكر، ومرحب بيك دايما في برنامج الجهر بالأحد، ما استطاع عليه سبيل. أنا بتمنى أستضيف الأخ جانو يعني شي نهار، هو عم يعني مثل عم بتحجج إنه عربيته غير جيدة، ومثل ما سمعته يعني عربيته جيدة، أظن اللغة العربية تبعته جيدة يعني. ما مفهوم دكتور. متذكر أحمد، خلينا نشوف، عندي سؤال هون، هل الناسخ والمنسوخ أثر في تعدد تفاسير القرآن؟ يعني هلا مثلا القرآن، خلينا، ما بعرف أنا عدد آيات القرآن بصراحة، شو السؤال هذا، أظن ما راح أسأله اليوم. ليدو، مساء الخير، مساء الورد، تفضل. كيف حالكم؟ أهل أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا بيك بخير، أهلا وسهلا، أهلا بيك حبيبي. يعني في الديانة الإسلامية خاصة يوجد الناسخ والمنسوخ، يعني وهذا قد يعتبر ضعف في هذه الديانة، يعني لأنه تلاحظ دساتير الدول الضعيفة، دساتير دول العالم الثالث يعني تتعدل بكثرة، في 5 سنوات، في 10 سنوات تعدل الدستور، يعني في 20 سنة يعدل أكثر من مرة. تقدم يعني من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يعني منذ أن وضع الدستور 1700 لما، لا أظن، لا أتذكر سنة بالضبط، يعني ما عدلش كثير، من حوالي 27 مرة على أكثر أو 30 مرة على أكثر. يعني هذا دليل على أنه هذا الدين هو دين فاشل، يعني يعتمد على الأحداث التاريخية والأحداث يعني السارية في ذلك الزمان ويبدل القانون، يعني القانون يتغير يعني. ألو؟ نعم، تفضل كمل اخي. يعني كان هذا هو تعليقي، ويعني اريد ان اشكركم واشكر الاخ احمد حرقان، يعني انا اتابعه بكثره، وكنت البارحه اود ان اشارككم في حلقة، يعني في حلقه مع امير البحث شجاع البغدادي، لاني اتابعه كثيرا، يعني واشكركم واتمنى انكم تواصلوا. ولا يهمك، خير بغيره. على كل حال اخونا رياض امير البحث يعني معانا ضيف دائم يعني على البرنامج، فممكن شارك في حلقات تانية، وأنا بتمنى أنت نفسك تشاركنا في حلقة من الحلقات، يعني سأحاول يعني كي أظهر يعني شخصيا على الإنترنت، يعني أمر صعب، لكن سوف أحاول، يعني أفكر وأحاول. أكيد أكيد صديقي، أكيد، ولا يهمك، نحن في انتظارك، أي وقت أنت جاهز نحن جاهزين. شكرا يعني. شكرا كثير لك، شكرا كثير لك أحمد. في هون بصراحة بتخطر لي فكرة، يعني أنا الناسخ والمنسوخ شيء عظيم، شيء لازم يكون له قيمة رائعة، يعني مثلا، يعني بصدق الناسخ بجد خليني أكمل فكرتي وصدقني راح أنت تفرح فيها، يعني وأظن أصدقائنا راح يفرحوا فيها. يعني اليوم الناسخ والمنسوخ، إذا في شيء ينتسخ يعني هو الشيء الغير مرغوب فيه، الشيء الغير قابل للتطبيق في الوقت، مثلا يعني محمد بمكة كان شيء، بالمدينة تغيرت الظروف فنسخ مكة، ليش اليوم ما يجيبون الـ القرآنيين وأخواننا المسلمين هذول يجوا يتفقوا إنه ينسخوا القرآن كله، ينسخوا الدين هذا و... كنت عارف انت هتقول كده. لا بجد، يعني ليش ما ينسخوه، يعني انه تماشيا مع الناسخ والمنسوخ، تماشيا مع مراحل القرآن اللي تم فيها الناسخ والمنسوخ، يعني اليوم اوكي خلينا ننسخ هالمسائل هي، عفوا الاشياء اللي يعني اللي ما لها طعمه، مثلا ما بس لا بتقدم ولا بتاخر. مع المفتاح مات،
صاحب الرسالة مات مدفون في المدينة دلوقتي من طيب 1400 واحد سنة. عمره يطالع على المفتاح منه. ما أعطاش المفتاح لحد، أكل المفتاح مني. طيب احتمال يكون ما هضموا مثلا المفتاح فيلاقوا الهيكل العظمي مثلا يطالعوه. ما عاد في هيكل ولا في حاجة. طيب خلينا نرجع لسؤالنا اللي كنت عم بحاول أسألك إياه، يعني الناسخ والمنسوخ هل له علاقة بتعدد التفاسير مثلا؟ يعني هلا الآيات القرآن بصراحة ما بعرف شو هي، بس الـ 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 يعني المفسرين أكثر من عدد آيات القرآن، يعني عدد المفسرين القرآن أكثر من عدد آيات القرآن. كثير برأيك النسخ والمنسوخ له علاقة بعدد المفسرين وعدد عدد التفسيرات؟ هو النسخ والمنسوخ له علاقة بالأحاديث أو بالسنة الواردة، لأن هو اللي بتحدد بالظبط إذا كان النص اللي بيحدد إذا كان النص ده بينسخ ده أو ده متأخر عنه في الزمان أو كده، ده نص بيبقى نص من السنة أو موجود في بعض الحالات في القرآن نفسه نص بيقول إن ده بينسخ ده. يعني زي مثلا الآية اللي هي في سورة البقرة اللي بيقول فيها لما قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ورجع تاني قال علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني فهو هنا في الحالة دي بيقول إن هو نسخ إن هو نسخ الحكم ده، بينص في القرآن على إنه نسخ، لكن معظم الحاجات التانية اللي هو الآيات المواضع التانية اللي فيها نسخ بيبقى في نص من السنة بيقول إن في الآية دي بتنسخ دي. واحيانا المفسرين لما بيلاقوا تناقض ما بين ايتين ومن بعض بيلجأوا ان هم يقولوا ان الثانيه نسخت الاولى، لما بيلاقوش اي وسيله ثانيه ان هم يفكوا الايه المشكله بتاعت التناقض دي ما بينهم. ده احيانا بيبقى شغل المفسرين، بس غالبا بيبقى شغل النصوص نفسها، بيبقى النصوص اللي موجوده اللي هي بتاعت السنه او القران هي اللي بتقول ان في نسخ هنا في الموضوع. فمش المفسرين هم اللي بيبتكروا بيخترعوا فكرة النسخ والمنسوخ، هم أحيانا بيلجأوا ليها لما يكون في تناقض، هم بيقولوا إن هو ربما يقول لك إن الآية دي اتنسخت الآية دي، لكن غالبا اللي بيكون فيه نصوص بتدل فعلا عن الآية دي اتنسخت الآية دي لغتها يعني. وبيكون ده الواقع، بيكون ده أقرب للواقع إن فعلا محمد هو قاعد كده قرر يقتل مثلا الكلاب مثلا، ده من نماذج النسخ برضه ان هو امر بقتل الكلاب وبعد كده رجع قال لهم كنتم امرتكم بقتل الكلاب الا فاقتلوا الاسود العقور، يعني ما تقتلوش كل الكلاب اقتلوا الاسود بس. فده هنا نص متاخر نسخ نص متقدم، والدليل النص المتاخر نفسه هو قال فيه ان انا كنت امرتكم قبل كده بالايه بقتل كل الكلاب، لكن دلوقتي بقول لكم اقتلوا بس الكلب الاسود. طيب احمد بصراحه انا بالنسبه لي انا ما عندي اطلاع على الناسخ والمنسوخ بالسنه. احسن. لا هو احسن، انا بصراحه ما بهتم فيه، يعني جد ما بهتم فيه وما بتهمني كثير يعني، بس لاصدقائنا ممكن تعطينا شويه امثله من الناسخ والمنسوخ بالسنه؟ شو طبيعة الناسخ والمنسوخ بالسنة؟ كيف بتعامل مع هو نفس الناسخ والمنسوخ بالقرآن هو نفسه اللي في السنة يعني. يعني من الأمثلة على نسخ السنة بالسنة موضوع جواز المتعة. في حديث هو بينص على أن المسألة دي فيها ناسخ ومنسوخ، في نفس الحديث صحيح مسلم بيقول فيه بيقول الحديث عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها. رخص عام أوطاس في أوطاس غزو الأوطاس يعني في المتعة اللي هو جواز المتعة ثم نهى عنها. فهنا عندنا نص بيقول لنا نص واحد في ناسخ ومنسوخ. الحديث برضه موجود في البخاري
البخاري أورد نفس الحديث ده تحت باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا، آخرا يعني في الآخر، يعني إشارة لعملية النسخ. دي من أمثلة نسخ السنة بالسنة. طبعا في عنا في اخ معلق على الفيديو ملحد ملحد ملحد، يعني هو ملحد تونسي، عم بيقول احمد حرقان بجيبه كل يوم ما بنمل منه، برافو. أشكرك أشكرك حبيبي. في الاخ احمد كارل اظن بعت لي الصوره، عم بيقول ايات شيطانيه، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ايات والله عليم حكيم، الايه 51 من سوره الحج. وهي طبعا عم بيجيب الاخ احمد، هو عم بيجيب نماذج يعني. وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لا تأخذك خليلا، ولولا أن وإذا لاتخذوك وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. طيب أحمد أنا راح أشارك الصورة وأنت تقرأها، لأنه أنت خبير يعني أنا لست خبيرا أنا خبير بهذا الشكل من القرآن. تفضل. خبير بهذا الشكل. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هو عايز يقول يعني إن الآيات ديت إن يعني هي بس آيتين حيطت هو كمثال يعني. هو حضرتك كمثال بس بيقول ان الايتين دولت لهم علاقه ببعض، الايه بتاعت وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، مرتبطه بالثانيه لان هو بيقول لتفتري علينا غيره، وهو فعلا افترى عليهم غيره. ف يعني منين انت بتقول ان احنا ثبتناك وان لم كنت تترك لنا شيئا قليلا، ومنين بتقول ان احنا كل الانبياء اذا تمنوا القى الشيطان في امنيتهم، يعني القوا في قراءتهم، يعني كده ما فيش تثبيت، يعني هو كده ما ثبتهوش ولا حاجه زي ما هو بيقول، لو ثبته ما كانش ألقى الشيطان في أمنيته. فعايز في علاقة بين آيتين، يعني ده كلام صحيح. بالضبط. ملاحظة ذكية جدا يعني. في الأخ أحمد، ويا ريت كان يتصل فينا، أظن الأخ طيب الأخ أحمد إيه؟ عم بيقول أهلا بك أستاذنا أحمد، وأرجو تسلم لي عليه جدا وأتمنى أقابله في مرة يعني، ولي سؤال، هل محمد في معظم آيات القرآن نسخ آيات القوم السابقين ليؤثر على نفسه فعل أمور يستبيحها لنفسه أو لأمور أخرى؟ هل نسخ؟ طب خلينا نجاوب هالسؤال هذا ونرجع السؤال الثاني، في أسئلة كثير للأخ بصراحة. طبعا هو محمد كان بيغرف من بحر الخرافه براحته، يضيف براحته، يعدل براحته، وواضح جدا من خلال النصوص القرانيه ونصوص السنه ان هو كان بيشتغل لمصلحته الخاصه كويس قوي يعني، وبيستغل الموضوع ده قوي. كفايه ان هو في كفايه علينا سوره الاحزاب، يعني سوره الاحزاب بيقولوا في النهايه وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها النبي ان اراد يعني النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. في الاخر قال له قد علي في الاخر قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، يعني بس بعد ما خلانا نكح العالم كله يعني ده اللي كل اللي هو عايزه. في الاخر قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك، يعني كفايه كده. اظن احمد في أنا ما أتذكر الحديث أو شيء من هالقبيل موجود في السيرة الحلبية، إنه بآخر عمره لمحمد حلل له جميع نساء العالم، يعني حتى إذا متزوجة و
ممكن جوزها فرض عليه انه يطلقها عشان ياخذها محمد. والحديث اظن كان موجود بالسيره الحلبيه يعني، ما بعرف انا بصراحه، انا نسيان الموضوع بالتفاصيل. انا مش عارف، ما عنديش اي خبر عن الموضوع ده، بس الفكره ان هو كان حياته سريه يعني ونشطه، يعني حياته الجنسيه كانت نشطه جدا، ما كانش محتاج النصوص دي، ما كانش محتاج ان هو في وقعة واحدة بس، ان هو طلق واحدة من جوزها عشان يتجوزها هي، اللي هي نزلت فيها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. للأسف للأسف. وإذ تقول الذي أنعم الله علي وأنعمت علي أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني ناكح ناكح الغير منكوح يعني، مثل ما بيقولوا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب عم بيقول الأخ أحمد عم بيقول هل النسخ بسبب إشكال كبير على هذا الدين وأضعافه، هل النسخ يسبب إشكال كبير على هذا الدين وأضعافه ويسبب مشكلة لوجوده نتيجة تناقضه، وهل الناسخ والمنسوخ شكل قوي للتناقض القرآني أو لماذا؟ بيعكس بشرية القرآن والسنة، ولو كان النص ده من إله ما كانش هيحتاج إن هو يأتي بخير منها أو مثلها، يعني بيقول لك ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طب أنت هتأتي بخير منها أو مثلها، لو أنت هتأتي بخير منها كنت جبت الخير منها من الأول، ما تجيبش الأقل خيرية أو المفضول تحطه على الفاضل وتقدمه. ولو أنت خبير فعلا وعليم هتنسخ ليه الآية وتجيب مثلها؟ يعني اللي انت عملته ده عبث لغو يعني. اذا كنت هتاتي بمثلها، تنسخ الايه وتاتي بمثلها، هتاتي بمثلها نعمل بيه ايه؟ طب ما كانت الايه الاولانيه كويسه يعني، ولا انت فاضي ولا ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ فطبعا النسخ والمنسوخ ده طبعا من ادله واضحه جدا، او من المؤشرات الهامه على بشريه الاديان يعني. بشريه الاسلام بالتحديد يعني، طبعا اكيد هو يعني الدين كله عبارة عن الديانة الإبراهيمية كلها فيها نسخ ومنسوخ، الرواية الإبراهيمية كلها فيها نسخ ومنسوخ، يعني سواء يهودية أو مسيحية أو إسلام نفس الفكرة برضه. سفر التكوين يعني زي ما قلت لك، آدم كان فيه وأولاده كان بينكحوا بعضهم عادي، وبعد كده جاء نص تاني حرم الموضوع دوت، وأحيانا بيحكي قصص تفرض حاجات على نبي من الانبياء، وبعدين يقعد يناقش ربنا كده زي ما يكون واحد صاحبه، فيقول له خلاص اعمل كذا ويرجع في كلامه، موجود بشكل كبير قوي في الكتاب المقدس يعني. احمد، في الاخ نفسه عم بيقول في بعض الفقهاء بيدعوا انه ناسخ المنسوخ دليل قوه في القران، يعني على دليل على قوه القران. شو رايك بالموضوع يعني؟ هل الفقهاء هذول عم بيقولوا انه دليل على قوه القران يعني، في شو القوه يعني؟ هم نفس الفقهاء دول هم اللي بيروا القوه، قوه واعجاز في ان الذبابه لما تقع في كوبايه الشاي بتاعت حضرتك تقلبها وتغطسها وتشربها، او ان انت تشرب بول بعير عشان خاطر المعده بتاعتك تبقى قويه وسليمه والكبد يبقى تمام. هي هم دول نفسهم اللي بيشوفوا القوه في كده يعني. لو النسخ والمنسوخ فيه يعني بيشير الى بيعزز الاسلام وبيقويه، ليه بيتهرب منه كتير من المشايخ؟ وليه في جدل كتير حوالينه؟ وليه عامل المشاكل دي كلها ومصدع رؤوسكم يعني؟ بالضبط بالضبط. طيب معنا اتصال من الاخ احمد، هو ذات نفسه يعني، هو ماشي بعسله بده يعلق صوتيا. تفضل اخي احمد. اهلا استاذ احمد، انا سعيد ان انا بتكلم النهارده، تعزيز داش معايا بس نقطة هو بيتكلم فيها. هو قال يعني لو يسمح ان انا اطمر شخصية الفقهاء يعني اللي هم بيتكلموا بيها ثانية بس عشان نقدر نخلي النقاش اكثر ثراء يعني. طب فكنت كان في نقطة هو بيتكلم ان هو طب هو ليه يقول آية؟ حضرتك سامعين؟ سامعينك اخي، اتفضل. هو ليه يقول آية وبعد كده يرجع ينسخها؟ ولو عايز يجيب الأحسن يقولها من الأول. طب ممكن نقول مثلا
ان هو زمنيا الاله ده عايز يحط حاجه معينه تتناسب مع ظروف هذا الزمان، ثم هينسخها بعد كده عشان تكمل مع بقيه الازمان، او يضع يعني مثلا انا مش عارف، مش حافظ ايه يعني، او بشكل عام انا عندي مشكله في الحفظ رهيبه يعني، انه كتاب غير منطقي بالمره يعني، مش مترابط وما اعرفش احفظه. فالنقطه هنا بس ان هل هو ينسخ يعني بينزل ايه وبعد كده ينسخها مره اخرى عشان تتناسب زمنيا مع ما سيليها، ولو والآية دول مثلا ممكن تكون بتناسب الوقت ده عشان يحل مشكلة في الوقت ده، وبعد كده هينسخها عشان تكمل مع الناس الباقيين وتثبت أو تكمل لآخر الزمان مثلا على سبيل المثال. فإيه رأيك في أستاذ أحمد مثلا في الرأي ده يعني؟ أولا في نقطتين، في نقطة مهمة جدا، ان هو في الاول ما عمره قال في اي نص من نصوص نسخ الدين ان هي هتتنسخ، يعني عمره ما قال دوت نص مؤقت، عمره ما قال كده، لا بالعكس كان بيتكلم بصيغه الحزم والجزم وكان امر نهائي. يعني واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان عليما خبيرا. انتهت يعني حكم جازم. او يقول لعن الله زورات القبول، او يقول مثلا ينهى عن كذا، ينهى عن زورات القبول. ما كانش بيقول النهي ده مؤقت او ان احنا هيحصل فيه تعديل او الان في كذا، لا. يعني مثلا يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 صابرون يغلبوا 1000 من الذين كفروا. فده قرار نهائي يعني، فدي دايما الصيغه اللي كان بيتكلم بيها. اضافه ان ما بقاش في كمان احيانا مبرر للنسخ، يعني لما يعني ايه الفرق ما بين قتل الكلاب الملونه وقتل الكلاب السوداء بس؟ يعني ما يجي يقول يامر بقتل الكلاب مطلقا وبعدين يجي ينهى يامر بقتل الكلب الاسود ويستثني بقيه الكلاب، يعني فتحس ان هو اصلا يعني مش اله خالص يعني. تمام. ان هو ما قالش قبلها ان هو او ما كانش بيبدي ان الايه دي ممكن تتنسخ بعد كده، او هو بيحطها بشكل بات بانها تبقى قويه. صيغه القران هو عشان يبقى يعني بشكل الهي، فيعني لو هنتكلم عن الايات يعني النسخه يصدرها بحيث ان هي تبقى جازمه والناس تحس انها لازم تتطبق بشكل قوي، ما ينفعش يقول انا هلغيها بعد كده، يعني ده لو هو هيكون منطقي يعني. يعني ينفع ان هو يخبي على الناس ان هو هيلغيها بعد كده عشان خاطر الواقع بتاعهم ما يسمحش بان هم، يعني فهو اله بيخبي، اله مضطر هو اله مضطر يخبي حاجات ويظهر حاجات ويلعب ويعمل وحركات. اله شقي شويه ده، انا شايف شقي شويه. وفي برضه جزء اللي هو الخاص عايز اعرفه بس، الايه بتاعت من آية إن الإله بتاع الآية اللي هو لو هينسخها أو هيقولها تاني معلش. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها؟ الآية دي نزلت إمتى يعني؟ إيه سبب إن هو ينزلها يعني؟ عشان الناس اعترضت مثلا، أنت بتغير رأيك ليه مثلا ولا؟ أسباب نزول الآية. سبب نزول الآية ديت إن هو ان الرسول نسى ايه كانت نزلت ليه او نسى شيء من الوحي يعني، ف الصحابه تساءلوا حول الموضوع ده فنزلت الايه دي، من ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها، لم تعلم ان الله على كل شيء قدير، لم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هو كان بيسال الاخ احمد انه هو ده بمكه ولا بالمدينه نزل؟ لا مدنية، نزل بالمدينة. تمام. طب هو يعني في آيات قبلها يعني، طب هو يعني في هذه الآية صرح إن هو يقدر بقى بعد كده ينسخ أي آية هو عايزها، ولا كان في آيات قبلها وسيبه؟ لا كتير نزلت. كان في آيات نزلت بعدها وغيرها، ولا في آيات قبلها وغيرها؟ قبلها وبعدها، قبلها وبعدها، قبلها وبعدها. هو بتغير اي حاجه بعدها قبلها
لا قبلها غير آيات كتير في مكة، آيات كتير اتنسخت، ما كانتش أول آية يعني بتفتح باب النسخ يعني. كان في آية قبلها في سورة الأعلى في المكة قبل الآية دي بكتير بتشير لموضوع النسخ ده. ليه؟ لان انت القانون كان فيه، ما ينفعش يجي القانون الجديد يبوظ حاجه قبلها، انما بيجي بيصلح لاي حاجه بعدها الا لو هو عايزه بقى يبقى اساس، فكان المفروض ينزل الايه دي في الاول. يعني مثلا يقول انا في حاجات ممكن انسخها وفي حاجات ممكن اعملها، ما يحددش بقى، فالناس مش هتسأل ايه اللي اتنسخ فهتاخد كله كده، فاهمني؟ فبعد كده يبتدي يقول ان في، يقول بقى القوانين بتاعته، وبعد كده يعدل بقى في الوقت اللي هو عايز. بس انا شايف وقتها هو وقت خاطئ من شخص مشرع، لو هو يعني بيعرف شرع او فاهم في القوانين، يعني ده رأيي الشخصي مش مدرك، بس انا شايفها منطقيا كده. فدي نقطة برضه. الموضوع كان ما كانش بالتعقيد دوت عند محمد يعني. هو يعني اول حاجه، اول ايه تعرضت للنسخ في سوره من اوائل السور في القران، سوره الاعلى، سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. اول ايه اتكلمت عن النسيان، يعني ان هو ممكن ينسى ايه وتنزل ايه بدلها، كانت في سوره الاعلى. كانت لان هو فعلا بيخاف ينسى الآيات اللي هو حضرها عشان يقراها على الناس، أو بيخاف يقراها ويرجع ينساها ويقرأها تاني مثلا يغلط أو من حاجات من هذا القبيل. فقال له إلا ما شاء الله، يعني هتنسى، بس هتنساه ده هيبقى مش حت... يعني أنت مش هتنسى، بس لو نسيت هيبقى ده ربنا شاء إن أنت تنساه يعني. الموضوع كان بسيط مش معقد، ما هوش كان مشرع عصر يعني عليه الصلاة والسلام، ده كان واخد الموضوع ببساطة يعني. صباح لا يعني. آه. كان بيضرب العيال كده يعني. أيوه بالظبط. طب أنا بشكرك كثير أخي أحمد. شكرا. شكرا على مداخلتك، شكرا كثير. وبصراحة يعني هو كان مثل ما قلت سبهللة يعني، عشوائي، ما كان في تنظيم ولا تشريع ولا، المهم اللي بيجي بتواتى مع مصالحه يعني، ما اظن اكثر من هيك. طيب في تعليق من على اليوتيوب عم بيقول اسمه هيصر، ولازم يحط قيصر ولكن حيطط هيصر. عم بيقول طبعا واضح هو مسلم، يقول للعلماء اي علماء ما بعرف يعني، الحكمة من النسخ حتى يدرك العبد مدى تخفيف الحكم ورحمة من الله، والنسخ هو التدرج في التشريع وهو من أصول التشريع الإلهي. شو رأيك بهالمنطق؟ كلام وخلاص يعني. فكرة إن هو أصلا في حاجات ملهاش لازمة، تحريمها ملوش أي لازمة، وفي عقوبات تشريعها غريب جدا. يعني مثلا الآية اللي بتقول، الآيات اللي هي بتتكلم عن عقاب البنات اللي بتعمل الفاحشة، أو النساء اللي بتعمل الفاحشة أو بتعمل السكس مع بعضها، ولا تأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فده كان حكم من إلهي قاسي في الأول، بيقول إن هو يتحبسوا في البيوت حتى يأتيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يفضلوا محبوسين في البيوت سجن ابدي يعني، حبس مؤبد في البيوت، اقامه جبريه. وبعدين رجع الناس في الحكم ده. اتفضل اتفضل خد المكالمه. طيب معنا اتصال من الاخ الهاثم، تفضل. الو مظبوط استاذ جامبرو واستاذ احمد، انا بحب اسلم عليكم استاذ جامبرو واستاذ احمد حرقان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، تفضل اخي. انا بسلم عليكم حقيقة من السودان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالسودان وباهل السودان. حكومة اسلامية طبعا.
هذا القدر سيزال، لا تخاف، بالعقول النيرة مثل عقولكم يعني. أنا حقيقة بحب إنه كل العرب وكل المسلمين يعانوا للدولة الإسلامية في السودان. هي دولة مجرمة، دولة تقتل شعبها، دولة تسرق، دولة تفسد، دولة ظالمة، هذا كله باسم الإسلام. مش كده، دار الإفتاء وهيئة الإخوان المسلمين هي تحت يعني حاز منها حسب تفصيلها للنصوص، لقتل شعبها، لتدميره، لتدمير الدولة المدنية، لتدمير الحكومة، لتدمير الشعوب، لقتل الأطفال، لقتل الشباب، لقتل الطلاب الإسلامية التي يريدونها. للأسف، للأسف يا صديقي، الحكومات الإسلامية يعني شفناها بصراحة، شفناها بأفغانستان، شفناها بالعراق وسوريا، شفناها بالسعودية، شفناها بكل مكان يعني. عم نشوف الإسلام وتطبيقات الإسلام هذا يعني بغض النظر عن اللي قرأناه عن الدولة العثمانية والأموية والبطيخية والسفرجلية والحمورابية، الإسلاميات التافهة. فالنماذج هي مثل الحكومة السودانية نموذج واقعي مثل ما قلت يعني. تفضل أخي، تفضل. حكومة الشباب في الصومال وحكومة بوكو حرام في نيجيريا تفضل. والحكومة في نيجيريا. نعم، أنا أعتقد إنه الإسلام هو كارثة في يعني ظاهرة عند الناس كلها ولا تحتاج لشيء، فيبقى إنه الناس لابد إنه تقوم على الإسلام. لكن المشكلة إنه الحكومات الإسلامية شرسة والإعدام عندها سهل جدا، يعني في السودان هنا يعني أنت أي اختلاف تعدم، لا يوجد قانون، لا يوجد أي شيء، لا يوجد سلطة مدنية، لا يوجد سلطة بتاعت حق، لا توجد عدالة. أسوأ نظام تتخيله في العالم هذه الحكومة الإسلامية في السودان، لأن أنا أعيش في السودان وأعرف ماذا تعني في السودان. وبفضل الحكومة السودانية أنا أعتقد أن السودان حيكون من أكبر الدول التي تنتج ملحدين بإذن الله، كما يقول صحيح. بإذن الله. كما يقول المسلمين. أحمد، شو رأيك بالحكي؟ أحمد شو رأيك، خليك معنا أخ الهيثم، شو رأيك بالحكي اللي قاله؟ الدول اللي بتعاني من الاسلام طبعا مرشحه ان هي تبقى ولاده للمحليين زي العراق والسوريا والسودان. بكل تاكيد، بكل تاكيد. في عندك اي تعليق ثاني يا اخي؟ لا انا حقيقه مبسوط جدا من الحلقه، واعتقد انه حلقه ممتازه عن الناسخ والمنسوخ، وهو فعلا فعل بشري تماما، لانه لا يوجد إله أو يوجد أي سلطة أخروية تغير كل مرة في 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 قوانينه وفي حاجاته. فأعتقد أن الإله يكون هو جاري التجربة قبل ما تحصل في أرض الواقع، يعني هو وضع الإله، يضع التجربة ثم تصطدم بأرض الواقع ثم يتم تعديل القانون وهكذا دوالك. هذا هو الفعل البشري. واعتقد اننا نحتاج حتى اليوم، اذا اراد المسلمين ان يمشوا الى الامام، حتى اليوم نحتاج الى ناسخ ومنسوخ. اذا نحتاج للفتوى اللي هي الفتاوي، هي باعتبار امتداد للاله. الفتوى هي حسب رؤيه العلماء ان الوحي لم ينتهي، وهم ظلوا يمارسون ذلك، لكن للاسوء. هذه هي الكارثه. فالمسلمين لابد ان يتركوا هذا الاسلام، لانه فعل بشري فقط لا يمكن ان يذهب الى الامام. اصطدم مع كل المبادئ الإنسانية، مع كل مبادئ الحقوقية، مع كل مبادئ العلم، فلماذا يستمر؟ هذا ما أحب أقوله فقط. بكل تأكيد لن يستمر يعني، بوجود العقول النيرة أمثالك وأمثال الأخ أحمد وبوجود الإنترنت يعني، أنا متأكد لن يستمر، وسقوطه قريب جدا جدا جدا. أنا بشكرك كثير أخي، وسلم لي على السودان مثل ما بقولوا. طيب احمد، في عندي سؤال من ليدو، شو راي الاخ احمد بالحجاب بين الحره والامه؟ الحجاب كله اصلا شر يعني وتخلف، يعني ايه الحجاب ما بين الحره والامه؟ سخافه يعني، حاجه لا تعليق يعني. في عندي اتصال من الأخ ماكس، اتصل فينا و
تفضل اخي ماكس. الو مساء الخير. لما تكون تكون تاخرنا عليك يعني اسفين، انا ما قدرت اخذ المكالمه بالبدايه. ما في مشكله اخي جان، ما في مشكله، ما في مشكله حبيبي. مساء الخير عليك. مساء الورد، تفضل. تحيه كبيره لك اخ جان، وتحيه خاصه لاخينا احمد. تسلم حبيبي، اهلا بك. تسمعني اخ جان؟ نسمعك جيد، تفضل. اوكي حبيبي. تحية لك أخ جان، وتحية خاصة لأخينا أحمد. تفضل أخي، أنا سامعينك بشكل جيد يعني، وصوتك مثل ما بقول رائع ورنان. شكرا. لأنه العربية بتاعتي ممكن تكون ضعيفة شوية، أسف على ذلك، لكن هذه أول مرة أتصل بكم، و مشان هي أول مرة، فأريد أن أشكركم كثيرا، أنت وكل الجماعة اللي قوموا شكرا حبيبي، تسلم تسلم أخي جان. وتحية خاصة للأخ أحمد بالذات، لأنه هو عايش الآن، مازال عايش في مصر وكذا، ويقوم يعني هو عنده الجرأة والشجاعة لك قرب الإلحاد بتاعه يعني، وهذا ولذلك نحن نحترمه كثيرا. الأخ يعني أحمد، يا أخي ماكس، الأخ أحمد هو أمير الشجعان بصراحة يعني. لا والله نحن عايشين في ظروف ممكن العملية تكون سهلة بالنسبة لنا، لكن بالنسبة لإخواننا الملحدين بصراحة الأخ أحمد هو رمز لنا وأيقونة للملحدين، لشجاعة الملحدين يعني، ما حدا بقدر بنكر هالشيء هذا، واللي بنكر هذا بكون يا اما صل عمي او متآمر. صح. ف انا كانت لي بالنسبه لي بس بعض ملاحظات. تفضل. انا من الناس اللي كنت ملتزمين بالدين الاسلامي. ف أضيف بعض الملاحظات، وبالنسبة لقضية هذا النسخ، وبالنسبة لي أنا بالذات كإنسان من خلفية إسلامية، كان هو السبب الرئيسي اللي خلاني أتفكر في هذا الدين، لأنه قضية النسخ هي يعني قضية مهزلة، والمشكلة هنا تبين المستوى أو التخلف العقلي عندنا نحن في الدول العربية والدول الإسلامية من الانغلاق اللي عشنا فيه كل هذه القرون. فقضية النسخ في حد ذاتها دليل على بطلان هذا الدين. نحكي لك حكاية النسخ، أو العلماء تاع المسلمين لما يحكون على عملية النسخ كأننا نراهم ونتقبل الفكرة غير مشاكل يعني، ما في مشكلة، لكن هي أنا بالنسبة لي لما يحكوا على قضية النسخ فكأنه يقول لك يا جماعة فيكم هذا ما مش جاي من عند ربنا يعني، ما فيش رب راح يجي يقول لك كلامه وبعدين يغير كلامه ويقول لك كلام ثاني. انا درست الكتاب تاع ظلام القران للسيد قطب، والسيد قطب يقول لك لا، هذه كان تخطيط، وهذا الدين لازم يمر على مراحل، ولكن اذا انت تقول لي انك ربك يقول لك ما شاء فليؤمر وما شاء فليؤمن وما شاء فليكفر، وبعدين تغير رايك وتقول لي فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، فربك انت مين الرب؟ انت الرب تاعك انت هذا يعني خطير، انت ربك يغير رايه ويلعب مع الناس ويعمل حيل للناس لكي يمشي دينه يعني، اذا كان هو رب كان يمشي دينه المره الاولى، مش محتاج حتى لمحمد يعني، كان هذا يعني هو الهدف الرئيسي تاع الرب بتاعك مشان يمشي الاسلام فوق الارض، يمشيه
هذا بالنسبه يعني بالنسبه للنسخ. فقضيه النسخ في حد ذاتها نقطه سوداء كبيره في هذه العقيده وفي هذا الدين. اما الملاحظه الثانيه فقط اتمنى اني لم اطيل عليكم ان شاء الله، فهي قضيه الكلب احمد ما بين قوسين. قضيه الكلب هو قضيه انه تكلم عليها احد العلماء، وهي استطيع ان اقول لكم هو عالم قراني من القرانيين احمد صبحي منصور، ممكن تعرفوه؟ اكيد نعرفه طبعا. صح. وهذا قال انه سبب قضيه ابو هريره، وابو هريره كان يسموه ابو هريره لانه كانت عنده قطه صغيره يحملها ويحملها، فكان في بعض الاحيان وكان لقيط في شوارع المدينه وفي شوارع. كانت لما القطه بتاعته في ساعات كنت تلعب يجري وراها الكلاب، فكان هو يكره الكلاب بسبب الهره بتاعته، فكان هو يكتب احاديث. ابو هريره كان يجيب في الاف الاحاديث، وحتى انه في بعض المصادر انه هو تكلم عن الموضوع وقال بأن هو قد وضع الآلاف من الحديث من عنده، يعني وهذه حكاية معروفة يعني يعرفها من الأخ أحمد. بالنسبة للملاحظة الأخيرة لحد فقط تقولها أخ جان، وهذه تخصك أنت أخ جان، ممكن إذا كان ممكن يعني نطور يعني نوقع تطوير في البرنامج بطريقة أنه يمس بعض الناس الغير العرب، يعني لأنه كاين مشكلة عويصة هون ممكن أنت تعرفها يا أخ جار، بالنسبة للأوروبيين هون وفي أمريكا هناك قضية الإسلام كيوت وكذا، وكل واحد مثلا يحب يقول حقيقة عن الإسلام يقول الإسلاموفوبيا وريسيس وكذا، وأنت عارف الموضوع هذا كويس. أكيد أكيد. فهم الغربيين الآن السيكولرز حابين ناس نحن نوقف صفهم، يعني نقول لهم لا صحيح الكلام اللي تقولوا فيه، لأن هما هناك مشكلة في الإعلام، لكل واحد لما يجي ويتكلم عن الحقيقة هذه يقولوا له لا أنت إسلاموفوبيا ومش عارف إيه وكذا، وأنت عارف الكلام ذا كويس. والسؤال الأخير في الأخير السؤال فقط أريد أن أطرحه هو على الأخ أحمد. تفضل. هو بالنسبة لل هذه قضية النسخ، هل كان النسخ يقع في زمن الرسول أم هي قضية طورها الفقهاء من بعد يعني لكي يغطوا على هذه المسائل والتناقضات الموجودة في القرآن؟ هذا سؤالي وأشكركم كثيرا. شكرا شكرا. العمل الجبار الذي تقومون فيه وتحياتي. شكرا أخي ماكس، شكرا لك، والأخ أحمد راح يجاوبك على سؤالك حالا مباشرة. هو النسخ كان موجود من أيام الرسول، لو كان الرسول يعني، بس هو تطور بعد كده مع تطور أصول الفقه، لأن علماء بعد كده طوروا حاجة اسمها أصول الفقه، من ضمنها علوم اللغة والقرآن واستنباط والحاجات ديت، ومن ضمنها النسخ والمنسوخ يعني. هو تم تطوير العلم ما يسمى بعلم النسخ والمنسوخ فيما بعد، لكن هو أصل مسألة النسخ وحذف الآيات وحذف التشريعات وإلغائها وعمل تشريعات جديدة بنصوص تانية، دي كانت موجودة من أيام الرسول. طيب أخي أحمد، في الأخ أحمد كان بدي اتصل، بصراحة أنا عم بتصل فيك يا أخي أحمد والخط ما عم بيشتغل معي، إذا بدك إذا ممكن أنت تتصل فينا. طبعا مشان الموضوع أنه الموجودين بأوروبا والعلمانيين أنه نتصل فيهم ونقف جنبهم، نحن أنا بالنسبة للبرنامج بصراحة يعني هدفي أنا بالبرنامج هو توعيت الموجودين جوا، يعني أهم شيء نحن جوا، البرة فيه لهم الله مثل ما بقولوا. على كل حال في كتير أصدقائنا عم سووا برامج بالإنجليزي، في عنا مثلا مثل أخ سلمان هاتن عم يسوي برنامج جسور، وأظن يعني برنامج هو ناشئ ولكن في المستقبل سيكون له يعني صدى ممتاز ورائع، وأنا بتمنى له النجاح، هو راح يقوم بالمهمة. طيب أوكي، أنا راح أرجع أتصل بالأخ أحمد. على كل
فأنا بالنسبة لي أنا بهمني أكثر الشيء. طيب خلينا نشوف الاتصال. أخ كانو خانو تفضل. مرحبا صديقي، كيفك؟ أهلا وسهلا خانو، أهلا وسهلا، تفضل. تحية لك جان وتحية لأخوي أحمد. خانو بس أنا بدي أكمل فكرتي لأنه أنت اتصلت، فبس بدي أكمل فكرتي للأخ ماكس، أنه أنا بيهمني أول الشيء من جوا، نحن المهم نقوى من جوا، شبابنا من جوا اللي قاعدين جوا هن اللي يحكوا، لأنه برا يعني تحصيل حاصل، إذا نحن كنا أقوياء من جوا البرا تحصيل حاصل. المهم نحن من جوا نوعي الشباب الموجودين جوا، اللي جوا إذا فتحوا عقولهم البرا مو مهم، صدقوني مو مهم، لا ما بدنا شيء من برا، نحن المهم جوا شو بدنا من جوا. ف مشان الامريكان ولا الاوروبيين لا بيطلعوا علينا كما نحن، اذا كانوا شبابنا متخلفين راح يعاملونا كمتخلفين، اما اذا شبابنا فتح عقولهم فبكل تاكيد يعني راح يعاملونا على اساس عقلاء. تفضل اخي خانو. حبيبي اخ جان، تحياتي لك ولضيفك اخونا احمد صديقنا الشجاع. اهلا وسهلا. بدي احكي شغله صغيره، يعني انه هلا شات الناسخ والمنسوخ هاي، هلا القران انه هو بلوح محفوظ من قبل ما يولد الرسول، من قبل ما يولد المسيح، من قبل كل الانبياء، من قبل كل الشهاده بصحيح. هم بيحكوا لك انه القران موجود بلوح محفوظ ونزل على الرسول كما هو. طب هلا هذا الاله التافه، اذا انت تكتب رساله ترجع تكتب رساله تعديل لها تحط نجمه. هذا الاله التافه اللي حاط هذا اللوح المحفوظ موجود عنده اللي خلق مع العرش، نزل على اليهوديه كتب، نزل على المسيحيه كتب، نزل على الاسلام كتاب، او هي كتب يعني، كل مره ضل يغير. شو هذا الاله اللي ضل يبدل ويغير رايه حسب اهواء اصحابه، حسب اهواء رسله، حسب اهواء يعني شو اللي موجود بالكتاب بالقران اللي هو اللوح المحفوظ اللي بيقول لك تبت يدا ابي لهب وتب، ترك كل الاكوان والمجرات عماله عم بسب واحد بدوي بالصحراء. هل هذا اله؟ بس خلونا نتفكر المسلمين شويه. بعدين في شغله ثانيه كمان اللي هو في ايه، فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هاي بسوره يونس. ف يعني اذا الله عماله عم بنزل كتاب على محمد، نزل له آيات محفوظة من اللوح المحفوظ وبصرشو جبريل ووحي والحكي هذا، ليش عمال عم خانو وصلت الفكره وفي اتصال كثير مهم انا بدي اخذه، انا بتاسف ممكن ارجع احكي معك اذا بدك بس ارد اتصال. ماشي حبيبي، ماشي، انا اسف كثير. ماشي، طيب في اتصال من احمد، لنشوف احمد. احمد تفضل. احمد مساء الخير، تفضل. مساء الخير عليك وعلى احمد. انا اللي ارسلت الصوره كنت قصدي فيها بس القصه، انا معجب كثير باحمد حبان، هو كان احد اسباب يعني الحادي بسبب مشاهدتي المقابلات على قنوات تلفزيونيه اذا هو يسمعني. اشكرك. يسمعك احمد، يسمعك، شرف لي معرفتك حبيبي. كان قصدي بالآيات وما أرسلنا من قبلكم من رسول ولا نبي إلا تمنى أن نلقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وإذا كان سورة الحج آية 51، وإذا كانوا يفتنونك عن الذي أوحي إليك لتفتري علينا غيره لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. هاي سورة الإسراء. قد تبدو هذه الآيات غير مرتبطة مع بعضها البعض في سورة الحج والأخرى في سورة التواضح. جاء في سيرة ابن هشام أن النبي محمد وقف ذات يوم أمام الكعبة وقرأ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلكم الغرانيق العلا وأن شفاعتها لترتجى، ثم سجد وسجد معه عدد من المسلمين ومشركي قريش، وساد ذاك اليوم فرح كبير لدى قريش إذ أنهم قالوا أن محمد قد ذكر آلهتنا بخير. وفي اليوم الثاني قال محمد لقد جاءني جبريل وأخبرني أنه لم يوحى شفاعتي لترتجى وأنما هذه الآيات قد أنطقني بها الشيطان
ووحي جبريل هي أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر ولم الأنثى تلك بسمة ضيزة من سورة النجم. هذه الرواية التي شك فيها الكثير يزعمون أنها افتراء على الرسول محمد. بماذا يفسرون الآيات على من سورة الحج والعزى؟ وهي إن صحت وعلى الأغلب أنها صحيحة حقيقة بأنها تنسب أساس الإسلام بكامله دين التوحيد في مواجهة عقيدة الشرك. هذا كان يعني استفساري. اسمعوني؟ نسمعك تفضل. خليك معنا أخي أحمد. أخي أحمد تفضل إذا في عندك أي تعليق على الأخ، على كلام الأخ. لا كلامه مظبوط جدا، كلام ممتاز، أنا بشكره على المشاركة الجميلة دي. وأنا بشكركم كثير. شكرا أخي أحمد، شكرا. أنا في بصراحة في موضوع اللوح المحفوظ طرحه الأخ خانو، يعني كيف بيشوفوا علماء المسلمين او فقهاء المسلمين، خلينا نقول هالمشايخ هذول، كيف بيشوفوا مساله اللوح المحفوظ؟ يعني الله حاطط تعارضاته وهالمسائل هي كلها اوريدي باللوح المحفوظ، يعني كيف بيتعاملوا معه احنا؟ وفكره اللوح المحفوظ دي برضه اسطوره، يعني برضه غبيه جدا يعني. وكان محمد مهووس بفكره ان ربنا بيعرف يكتب، يعني هو كان محمد ما عرفش يكتب، بس كان هو فرحان قوي ان ربنا سبحانه وتعالى بيعرف يكتب، فكان ربنا كاتب عنده كل حاجه وبيكتب كل صغيره وكبيره، وملائكه بتكتب وكل الناس بتكتب، كان عنده عقده هو يعني شايف ان الكتابه دي حاجه متفوقه جدا، اخر حاجه كان ممكن يعملها ربنا ان هو يكتب يعني. فمن ضمن الحاجات اللي عند ربنا اللوح المحفوظ، كتاب كده مكتوب فيه كل حاجه، ما كانش عنده سبحانه وتعالى USB او هارد ديسك يحفظ عليه البيانات، ولا كانش عنده، ما كانش ساعتها يتخيل محمد ان هتحصل حاجه زي، كان يعرف ان حاجه زي كده ممكن يحصل، ما كانش صدع دماغنا بموضوع الكتابه والكتاب يعني هو لو كان مثلا عنده سوفت وير مثلا كمبيوتر يخزن فيه مثلا 10 20 جيجا بايت، كان ما حكى باللوح المحفوظ اظن، ما هيك؟ اه. وبعدين هو لو كان كلم شركة جوجل وكده كانت أجرت له سيرفراتها أو ادتها له ببلاش حتى، يعني هي عندها سيرفرات كبيرة جدا ضخمة جدا تكفي البيانات بتاعت اللي عند ربنا دي، مش هيكفيها كتاب، البيانات دي كلها مش هيكفيها كتاب يعني. الكتاب بتاعه حتى لو كان كبير قد الفيل مش هيكفيها. صحيح. طيب معنا الأخ خانو كمان مرة تانية، أنا آسف كتير أخي خانو. بالعكس حبيبي، بالعكس حبيبي، هذه كانت مشكلة مداخلة ممتعة كانت. تفضل اخي، تفضل اخوي. جاء انا حكيت النقطتين انا اللي حكيتهم، لكن في شغله يعني في سوره هود القران بقول لك الف لام راء، هاي الطلاسم بتاعتهم، كتاب احكمت اياتكم ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعرف الاخ احمد اكيد صح ولا لا؟ يعني هو رب، يعني ربهم او اله الصاعمه او اله المؤمنين نحكي، عماله عم بحكي انه هذا كتاب محكم قبل ما ينزل على محمد وقبل ما يجي محمد، فصلت اياته كما يفصل خياط الضوء، انزل الايات المناسبه بالمناسبات المناسبه لها، وهو تقدير اله حكيم وخبير بمواطن الامور. يعني هذا الرب بيعرف كل شيء، بيجي بيترك كل الدنيا وبصير ينسخ شغله ونزل
آيات الحجاب، آيات الحجاب. نعم. والخمر أصلا كمان. والخمر. نعم. فهذه مداخلتي أنا، وبشكركم يعني شكرا جدا. شكرا كثير لك. شكرا لك ولأخوي الشجاع أحمد حرقان صديقنا وكبيرنا. أكيد أكيد شكرا لك. قال من جانو بيقول ما هي عدد، ما هي عدد الآيات التي نسخت في المدينة؟ لا تحديدا مش عارف العدد بالضبط يعني. طيب في عندي الأخ مستر بلاك بيقول مرحبا صديقي، بس إذا بشوف السؤال هذا من الحلقة الماضية. مرحبا صديقي جان، أشكرك على الحلقة الرائعة وتحياتي لصديقي العزيز أحمد. عندي سؤال، هل آيات الجهاد والقتل تم نسخها عن آيات المسالمة وشكرا. ما فيش آيات مسالمة في مكة على عكس الشائع يعني، ما كان في آيات مسالمة في مكة نهائي. فكرة إن هو كان مسالم في مكة دي بالنسبة لي فكرة مش صحيحة. هو كان عنيف في مكة جدا بشكل مرضي، وكان هم ياخدوه على قد عقله ويعتبروه مجنون، ما عملوش كإنسان سوي، ورد فعلهم كان عنيف مقابل العنف بتاعه. مرة واقف زي المجنون في الـ في الـ في قدام الكعبة وقال لهم يا معشر قريش جئتكم بالذبح، وعمل لهم كده بس طنشوه يعني. ما كانوش في قريشيين دماغهم صغيرة أو كان دماغهم عالية، كان دماغهم كبيرة. هو اللي كان عنيف، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون، يعني قال لهم الكافرون الأول، وفي الآخر قال لكم لكم دينكم ولي دين. ومش معنى لكم دينكم ولي دين يعني أنتم أنا سايبكم في حالكم وعلى دينكم وأنا على دين، لا، قال لهم لكم دينكم الباطل يعني، وأنا لي دين الحق، وأنتم هيحصل لكم كذا وكذا، وهتدخلوا النار وهتتبهدلوا. وقال لهم كمان سيهزم الجمع ويولون الدبر في صوت القمر، قال لهم هتتهزم وهتطلعوا تجري وبتاع. فهو كان في دماغه أن هو يحاربهم من الأول يعني، سيهزم الجمع ويولون الدبر، هتجروا وتدن ظهركم وتجروا يعني. هو الآيات كلها المكية آيات عنيفة جدا، وكلها بتهدد بالعذاب والويل والثبور والهلاك والغضب. ما شفتش أبدا سلام في رسالته في مكة يعني، عشان يتنسخ بالعنف في المدينة أو كده. المدينة كانت مرحلة التطبيق بقى للأفكار دي، الأفكار البشعة دي. بالضبط يعني، حتى الوعيد بالعذاب الآخرة يعني، مكة آيات المكية مليانة كلها وعيد بالعذاب الآخرة ونار جهنم والحكي هذا اللي نعرفه واللي مخوف الناس لحد اليوم يعني. طيب في سؤال من الأخ أحمد بيقول، سؤال بعيد عن الموضوع، الحلقة شوي معليش نسيت أسأل بعيد عن موضوع الحلقة. بالنسبة لرمضان، بما أني ملحد جديد وأول رمضان علي حقيقي اللي جاي ده، إيه اقتراحك أقدر أعمل على شان أتكيف مع الناس اللي حوالي وأنا بغض أبغض أن أصوم بدون أي سبب، فيا ريت بيديني خبرته في الموضوع. شو بتنصحه للأخ أحمد؟ كل واحد حسب ظروفه، بس أنت أكيد مش هتصوم يعني، أنت أكيد لازم تفطر يعني، وما تتضامنش مع حد، حتى لو كانت والدتك ووالدك وقرروا إن هم يصوموا، ما تصومش تضامنا معاهم يعني، لأن الصيام دي هلاك يعني، صيام في الجو الحر دوت وتمتنع كل الفترة دي عن شرب المية، ده خطر جدا على الصحة. حاول تشرب مية ساقعة كده جميلة واستمتع استمتع برمضان وانت فاضي يعني. بس اخر الغدا شويه وافطر مع اهلك يعني، انا بعمل كده، بفطر معاهم الغدا بتاعي، الفطار بتاعهم. هو امتى رمضان؟ بصراحه انا ما عندي اي علم يعني، انا عم بسمع انه قرب رمضان، ولكن امتى رمضان هذا الخبيث لا اعلم يعني. انا بعرف الصدفه في 100 والله، بعرف الصدفه في 100. طيب في عنا بعض تعليق وراح خلصت الحلقه. احمد تحملنا شوي، اسفين كثير يعني. لا بس اهم حاجه الضيوف المشاهدين يعني الكرام من طول يعني يكونوا متحملين هم يعني. لا اكيد ان اصدقائنا يعني بتحملونا، ونحن مثل ما بقولوا يعني اصدقاء بالنهايه. نحن اللي بدنا اياه انه يعني نتعلم من بعض ونفكر سوا،
كيف ممكن ننقذ هالمجتمع هذا. فأظن أصدقائنا يعني ما عندهم عتب علينا بوجودنا، هن بيحبوك جدا أحمد، وبصراحة أنت يعني الأيقونة، أيقونة الملحدين يعني. فوجودك وجودك ممتع لكل كل أصدقائنا الملحدين يعني. أظن يعني ما في حدا ما بيقول عن أحمد حرقان هو مثل أعلى لنا. طيب خلينا نشوف التعليقات بالفيس. الأخ سوبري جلوبال، السوبر جلوبال عم بيقول الإسلام أصبح كجثة متعفنة يحاول أصحابها تغطية رائحتها بشتى الطرق، ولكنهم لن يستطيعوا لأن رائحة العفن قد ملأت الأرجاء وأصبح لا مفر من الحقيقة. برجع بيقول أهني أحمد حرقان لشجاعته النادرة. مفكر حر بيقول سعدت كثيرا برؤيتك أستاذ أحمد حرقان، أتمنى منك يا جان أن تبلغ تحياتي له أن تحاول استضافته بشكل مستمر، فإنه الشخص الذي غير حياتي للأبد نحو الأفضل. مر أبو زيد. أكيد الأخ أحمد هو مثل ما بقولوا صديقنا وحبيبنا وضيف مستمر في البرنامج، وراح مثل ما بقولوا سواء راح نسوي سلسلة أنا عم بقترحها حاليا على أحمد في رحاب القرآن، فكل فترة وفترة بنجمع له شوية أسئلة، وإذا في أنتم عندكم أي أسئلة يا ريت تطرحوها نجمعها على بعض ونعمل له حلقة وأحمد بيرد عليها يعني. يكون اختصاص بالقرآن يعني، هو لأنه أحمد اختصاص القرآن فقط، ما هيك أحمد؟ أيوة حبيبي أنا معك في أي حاجة، أي حاجة تطلبها يعني. حبيبي أنت بس أمر، بس أنت بس أمر ولا شراء. حبيبي العفو العفو العفو. طيب أحمد يعني شو بتقول الكلمة الأخيرة تقول بموضوع الناسخ والمنسوخ؟ شو بتقول لأصدقائنا المتابعين؟ شو بتقول كلمه اخيره بتحب تقولها؟ والله انا عايز اقول ان اتمنى ان يجي اليوم اللي ما نشغلش بالنا بالكلام الفاضي ده خالص وكانه ما كانش يعني. الصراحه ده ناسخ ولا ناسخ ومنسوخ، ده الترجمه الحرفيه ليه باللهجه العاميه المصريه الشايل والمشيول، يعني الشايل والمتشال. فده علم الشايل والمتشال يعني، ملوش اي معنى ولا اي حاجه. احنا بس بنحاول نشجع الناس على ان هي تفكر مش اكتر، بطريقه نقديه بس للقران ده وللسنه والاسلام ككل يعني. بكل تاكيد هو بصراحه مثل ما قلت يعني اشياء تافهه. ناس سذج من 1400 سنه كان عندهم خيالات خرافيه، بس المشكله انه موجوده لحد اليوم وعم تقتل اهالينا، تقتل ناسنا، تخلفنا، سبب شقائنا بسبب هالافكار الخرافيه هاي. لذلك يعني نحن عم نحكي فيها، ولا هي لا تستاهل انه انسان يفكر فيها باي شكل من الاشكال للاسف الشديد. طيب اخي احمد انا بشكرك كثير، وانا بتشكر وقتك الغالي اللي اعطيتنا اياه يعني، ما بعرف كيف اتشكرك بصراحه يعني. شكرا لكم، سعيد بالوقت اللي انا قضيته معكم، الف شكر يعني. شكرا جزيلا حبيبي احمد حبيبي. طيب اصدقائي شكرا كثير لكم، وطبعا موعدنا بكره الساعه 5 بتوقيت لندن مع نبينا السامي الذيب بحلقه اخرى يعني. بتمنى المتابعه ونستفيد من الكنز الموجود عن نبينا سامي الذيب. شكرا لكم وشكرا لك اخي احمد. شكرا.